ايوه ساعات البيه يؤمر سعادتك. عايز توفيق بيه. في معاد بينكم ان شاء الله؟ لا افتح. افتح كيف يا ابوي؟ الكل نايمين لا مؤاخذه. مش عايزين ربط كتير افتح. ما اقدرش يا بيه، انت عايز تخرب بيته ولا ايه؟ طب كلم وقول برضه ما ينفعش. بقول لك نايمين نايمين، هو انت ما بتسمعش ولا ايه؟ افتح الباب بقول لك وترزع مكانك من غير ما تنطق ولا حرف. لحسن يمين بالله ما حد هيعرف الطلقه دي جايه لك منين. حاضر حاضر يا بيه حاضر. تفضل يا بيه تفضل. اللي جابه اللي جابك. خاف عشان اسال الجو. خير ان شاء الله. ايه الجنان ده؟ اسمي مناح حسان الحويطي، اصلي وفصلي ما يهمش حد، لكن ما يعرنيش واديني بطولي قدامك. عملت نفسي بنفسي، علمتها الأصول والأخلاق والدين. فلوسي ما فيش فيها مليم كسبته بالحرام ولا بالغدر. مانيش خاين ولا خوان، أعرف قيمة الشرف وأقدر الناس الطيبين. قبلني تقبلوني زي ما أنا، نعمل مع بعض عيلة جديدة، نبني مستقبل أحسن من اللي فات. نفسي عيالي يعيش في دنيا غير الدنيا، دنيا منورة ما فيهاش غش ولا ظلم ولا وحوش تتسلى بلحم الغلابة. عايزيني أهلا وسهلا، رافضني محدش فيكم هيشوفني ولا يسمعني بعد النهارده. شفت الجنان؟ ايه؟ ايه؟ مش سامع الغيره بتاعته؟ انا مش فاهمه ايه الجنان ده؟ مش صابر للصبح؟ هو تحت؟ انت كل ده مش حاسه؟ انا بجد ما شفتش لسه كده، ده جنان رسمي. يلا يا سيدي ما تزعلش.